نص ام في تربيع. ام جي اتش للرصاصة ما في، للبلوك برضو ما في عنا. سبرينج كان في حالة عدم انضغاط في الفترة الأولى، في الفترة النهائية أصبحت الرصاصة آخر شيء لما الجسم وصل لهون وضغط سبرينج، الرصاصة كانت سرعتها بتساوي 100 انطلقت فيها بعد التصادم. ارتفاعات ما في رح يكون بالمرة، لكن سبرينج كان في حالة انضغاط نص كي اكس تربيع، فهاي بي وهاي ايه. خلينا نوضح بس على الرسمة هون وين هي ايه وين هي بي. ايه يا شباب هي هاي الوضعية، الرصاصة سريعة، الجسم موجود هون ساكن لا يتحرك، سبرينج مش مضغوط ولا مجهود ولا اشي. في النهاية لما انتهت المسألة ايه صار في عندنا هون؟ صار في عندي سبرينج مضغوط مسافة 5% 5 سنتيمتر، هذا الجسم الكبير في حالة سكون توقف عن الحركة ما في له سرعة بالمرة، والرصاصة بتتحرك إلها سرعة اللي هي طلعناها في V1 برايم اللي طلعت معنا 100. فعشان هيك هون ما رح نضيف الجسم M2، ما رح نحسب له الطاقة الميكانيكية قبل وبعد، لأنه قبل في حالة سكون بعد في حالة سكون في الأخير. يعني هاي هي A رح تكون هاي هي B، هون ما في H هون ما في H، وبالتالي هذا الجسم ليس له طاقة ميكانيكية لا في بداية المسألة ولا في نهايتها. إذا هون الام المقصود فيها مين؟ الرصاصة فقط، الرصاصة فقط. بناء على ذلك راح يطلع معانا W of K. H ما في في السؤال بالمرة. في الوضعية A اللي كانت هون الجسم بتحرك، سبرينج في حالة ارتخاء يعني لا مضغوط ولا مشدود، إذا هذا الحد اللي هون راح يروح. في النهاية الوضعية النهائية الرصاصة تتحرك ما في ارتفاع، السبرينج أيضا مضغوط، وبالتالي رح يصفي عنا الطاقة الضائعة زائد نص كتلة الرصاصة هي 5 بالألف، سرعة الرصاصة في البداية هي 400 تربيع يساوي كتلة الرصاصة هي 5 بالألف، سرعتها بعد الخروج من الجسم اللي هي كانت V1 برايم اللي طلعناها اللي كانت 100 اللي طلعناها هون اللي هي هاي بتساوي 100 متر بير سكند، سرعتها بعد ما طلعت من الجسم يعني في نهاية المسألة، زائد نص الكي حكينا في هاي المسألة قيمتها 900، اكس اللي هي مسافة الانضغاط 5 سنتيمتر تربيع، هاي مسألتنا والمجهول الوحيد فيها هو الـ WFK. إذن WFK راح تساوي هذا اللي هون زائد اللي هون ناقص هذا المقدار. نص ضرب 5 بالألف ضرب 100 تربيع زائد نص ضرب 900 ضرب 5 بالمية تربيع، فبيطلع الجواب 26. وننقص منه ناقص نص ضرب 5 بالألف ضرب 400 تربيع، فبيطلع الجواب 374 تقريبا بالسعر، ناقص 374 جول. هاي هي الطاقة اللي ضاعت من الرصاصة أثناء مرورها عبر القطعة الخشبية وخروجها في الخارج، لحد ما الخشبية القطعة الخشبية صدمت بالزنبرك وتوقفت في الأخير. إذن هذا هو السؤال تاعنا شباب. هيك بنكون حلينا مجموعة منيحة من الأسئلة على شابتر 9. الأمور إن شاء الله تكون صارت أوضح، كيف التعامل مع المعادلات، لاحظنا كيف إنه في مسائل التصادمات كثير بيربط بين وضعية التصادم مع وضعية بتكون بعديها، إنه الجسم بيسقط زي المقذوفات أو بيرتفع لأعلى زي الجسم اللي كان مربوط بالحبل، أو مثلاً الجسم بيكون مربوط بزنبرك وبنضغط وهكذا، وبالتالي بعد التصادم في قصة أخرى بتصير. فأنا بحل المسألة زي ما احنا شايفين قدامنا هون، مسألة تصادم بعدها مسألة طاقة ميكانيكية وهكذا. ولذلك يا شباب هاي فكرة التصادمات فكرة كثير مهمة، إن شاء الله تكون الأسئلة اللي حليناها غطت الأفكار، حلينا على سنتر أوف ماس بعض المسائل، حلينا على قوانين الإمباكت والارتطام جسم بجدار أو كذا على 1 دايمنشن و 2 دايمنشن مع بعض. إن شاء الله تكون الأفكار صارت واضحة.
دراسة المادة، الفيديو الشرح بالإضافة للفيديو حل المسائل اللي هون يفترض أنه يعني يقوي المهارات وينميها ويخلي الأمور كثير أوضح. نشوفكم إن شاء الله في حل problems على chapter 10. يعطيكم العافية.